نظم عدد من الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين وقفة احتجاجية اليوم تنديدا بما يتعرض له الصحفيون من تهديدات واعتقالات واقتحامات لمقرات الصحف. نتابع. على خلفية التدهور الملحوظ في حرية الرأي والتعبير في اليمن والمخاطر التي باتت تواجه الإعلاميين آخرها اقتحام مؤسسة الثورة للصحافة، نظم اليوم مركز الإعلام الحقوقي بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وقفة احتجاجية ضد تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين. أي إنسان يتمادى في قمع حرية الكلمة لا يضر في المقدمة الأولى إلا نفسه، وأنه يخطو الخطوة الأولى للإنقراض أي كان هذا الإنسان، حوثي أو غير حوثي، حكومة أو غير حكومة، اشتراكي أو ناصري أو أسطر، أي كان، من يقف ضد الكلمة يحفر قبره بيده، هذا لا شك فيه. صحيفة الثورة اليوم صدرت، ورأينا أن أهداف الثورة قد تم تصغيرها ووضعت في شكل يعني غير مرئي كما هو في العادة، يعني هذا نذير شؤم يعني وسوء نية. إقدام عناصر مسلحة على اقتحام صحيفة الثورة وفرض موظفين في مناصب إدارية بالصحيفة بقوة السلاح والقيام بإصدار الصحيفة بالقوة كان أبرز ما جاء في البيان الذي أصدره مركز الإعلام الحقوقي في هذه الوقفة. الصحفيين هم الشاهد في ممارسة الانتهاكات سواء ضد المواطنين أو غيرهم، وبالتالي إذا تم محاربة الصحفيين معناته أن احنا حاربنا الشاهد المحايد، يعني أو الشاهد أو الطرف المحايد اللي يعني مهمته نقل الحقيقة إلى جميع الأطراف. ممارسة الانتهاكات بغرض إسكات وسائل الإعلام والإعلاميين عن الحديث بقوة السلاح هو أمر سينعكس سلبا على مرتكبيه ولن يتم السكوت عليه، وهي رسالة وجهها المحتجون إلى كل من يقومون بهذه الممارسات مطالبين الجهات الأمنية الاطلاع بدورها وواجبها في حماية الإعلام والإعلاميين.